ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مراجعات عسكرية أمريكية خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في قواعد الاعتقال في أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية مايكل مولن أرسل رسالة سرية إلى قادة الأجهزة العسكرية يطلب منهم مضاعفة جهدهم في تنبيه الجنود إلى أهمية معاملة المحتجزين معاملة لائقة. يأتي ذلك بعد الكشف عن تعذيب في سجن باغرام في أفغانستان. وحسب الصحيفة فإن الجنرال دوغلاس ستون الذي كان كلف بتحديث أساليب الاعتقال في العراق عين لإعادة النظر في المسائل المتعلقة بالاعتقال في أفغانستان.